أهلا بحضراتكم من جديد. الفقرة الحوارية في حلقة الليلة والانتخابات الرئاسية. الماراثون الانتخابي بدأ، لكن بدأ على خلفية صاخبة لحرب إقليمية ضروس غير مسبوقة بتتحمل مصر فيها العبء الأكبر نيابة عن دول العالم. النهاردة كنت بقول من شوية الرئيس أجرى وقابل أكثر من 70 مقابلة و70 اتصال هاتفي خلال الفترة اللي لا تتخطى 35 يوم. العالم كله كان بينظر لمصر على ما هي المحرك، هي القوة الحقيقية والدولة ذات المكانة. لما رحت رفح وبقولها كل مرة وعدها تاني، اتسألت انت شفت ايه هناك؟ قلت شفت دولة حقيقية. سينا اللي اتعمرت اتغيرت، سينا اللي فيها الجيش المصري مسيطر على كل شبر فيها، سينا أرضنا وعرضنا وشرفنا. اتكلمنا على انه خلال الفترة الماضية كان في تحديات، هذه التحديات واجهناها جميعا ومعا تحت قيادة رجل كان دائما يصارح ولا يخفي شيء على المواطنين. النهاردة احنا عندنا انتخابات رئاسية. في ناس بتقول يا عم انتخابات ايه واحنا عندنا غزة، يا عم انتخابات ايه وانت شايف الظروف. لا، ده عشان الظروف وعشان الانتخاب وعشان غزة وعشان التحديات يبقى لازم اروح الانتخابات ولازم اختار هذا الرجل لنكمل معا مشوار الدولة، مشروع الدولة الوطنية المصرية. خلينا نرحب بضيوف في هذه الحلقة. سيادة النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن. سيادة النائب اهلا بحضرتك. الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء. الشيخ عبد الله اهلا بيك وشرفنا ونورنا. سيادة النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن بمجلس الشيوخ. سيادة النائب اهلا بيك. اهلا بيك. عرفت من هنا، هبدا من هنا. يعني بدأ الماراثون الانتخابي والمعركة بتاعتنا مش معركة فوز أو هزيمة، وإنما معركة حضور وصورة نبهر بها العالم ونثق في أنفسنا. كيف ترى الصورة من أعلى نقطة؟ الأول أنا شايف، لأن كان في بدأ الكلام صحيح قليل يعني، بس بيقولوا مع الأحداث دي ومع الدنيا، طب وانتخابات ليه؟ انتخابات ليه؟ لأن احنا بلد كبيرة اسمها مصر، بلد ما بتقفش، بلد عندها استحقاق دستوري، وبالتالي البلد اللي ما بتقفش بتشتغل في كل الاتجاهات بما فيها الاستحقاقات الدستورية. ظروف صعبة، مش في غزة بس والقضية الفلسطينية، لا، ظروف صعبة على مصر. على ما اعتقد دي اول مره يا استاذ نشات واحنا بنتكلم على حدود اقول لك اني حدود فيهم، حدودنا من ليبيا ولا حدودنا مع السودان ولا صحيح ولا اللي بيحصل في غزه. فكل الحدود مشتعله الحقيقه، واللي مش مشتعل عاوز امن قوي جدا لان انت اللي شايله. يعني حتى حدودنا مع ليبيا كان الاول بيبقى في مشاركه بين ليبيا وبين الوضع الطبيعي، او بين السودان وبين صحيح بنشيل الحمل الأكبر بس بيبقى فيه. دلوقتي أنت شايل الحدود كاملة، أنا بتكلم في جميع الاتجاهات. فارجع أقول الانتخابات دي في بلد اسمها مصر، بلد كبيرة، بلد وهي بتحارب الإرهاب ما قالتش أنا هحارب الإرهاب وما فيش تنمية لأن عندي محاربة إرهاب. كانت بتحارب إرهاب وكانت بتبني في كل حتة. المشاركة، وإحنا بنتكلم على المشاركة، لا، هو لازم الشعب المصري وهو عارف الحقيقة يعني يعرف ان المشاركة مش قصة صوت في صندوق بس، هي على كم المشاركة وعلى قد العدد الكبير اللي بيطلع يختاروا مين هم احرار مصريين. انما في الاول والاخر اللي هيختاروا بالعدد اللي هينزل اللي هو مفروض يبقى كبير جدا، ده اول حاجة بيرفع روح المعنوية للشعب المصري. تاني حاجة بيحمل الرئيس القادم مسؤولية أكبر وروح معنوية أكبر، إن هذا الكمل كبير من الشعب نزل لك عشان بيقول لك كمل في 1 2 3 4 5. ده بالنسبة للوضع الداخلي. بالنسبة للوضع الخارجي أخطر، لان الوضع الخارجي اللي احنا ممكن ناس تقول لك واحنا مالنا ومال بره، لا، ما هو امال صفقه القرن دي مين اللي جايبها؟ صحيح. احنا ولا بره؟ يعني حاجات محطوطه. صحيح. ومخطط محطوط، وبالتالي نسبه المشاركه للعالم الخارجي بتبين له برضه
قوة تماسك هذا الشعب، قوة صحيان حول إيه؟ شعب صاحي ورايح بيدافع مع ظروف الحالية عن أبسط حاجة وأهم حاجة، الأمن القومي المصري بتاعه. تمام، خلينا نروح للشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله، يعني سيناء ربما هي أصل الحكاية، قلب الحكاية، وخلال الخمسين سنة اللي فاتت وإحنا سيناء هي أهم شيء بنتكلم عنه، العرض والأرض والحروب والنهاردة وإحنا بنتكلم كل اللي بيدور النهاردة خوف على سيناء، حفاظ على سيناء، والرئيس يعني كانت سيناء هي البطل، بطل حكاية النضال الوطني فيما مضى والآن وحتى هذه اللحظة وفي المستقبل. كيف يعني كسيناوي بقى أصيل، كيف تقرأ ما يدور الآن على الساحة؟ أولا بنشكر سيادتك على الإضافة. حقيقة سيناء ومنذ أزمنة بعيدة جدا، وشفنا الحروب اللي جت من الشرق، وهذه الحروب كانت هدفها استقطاع سيناء، ويمكن شفنا بعد نكسة 5 يونيو 67 وانتقلت الدولة للضفة الغربية لقناة السويس، لم يتواجد في سيناء إلا أبناء سيناء ورجال القوات المسلحة. ثم جاء نصر أكتوبر العظيم، والعدو الإسرائيلي يعني كان وما زال بيقلب الحقائق ويظهر العالم أنه محق، وأنه كان خط برليف، ده خط برليف يعني ده لا يمكن على المقاتل المصري أن يقتربه، ولكن في 6 ساعات كان المقاتل المصري عدو صغير غير السويس، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أن سيناء هذه الأرض الغالية واللي تعطرت بها دم شباب مصر، ما فيش محافظة لديها مصاب أو شهيد على أرض سيناء. هذه الدولة هي سيناء مصرية 100%، وبناء سيناء حراس هذه المنطقة مع قوات مسلحة. ولا ننكر الفكرة الصهيونية بعد 5 يونيو 67 النكسة المشؤومة، أراد العدو الإسرائيلي أن يلحق مصر هزيمة معنوية بإنشاء مؤتمر الحسنة، وجمع الشيوخ والعقلاء على أنهم يقفوا كلهم ويقولوا احنا عايزين انفصال وحكم وحماية دولية. حقيقة لقنوه المشايخ والعقلاء في شبه جزيرة سيناء درس، خلى الديان ينزل من المنصة يطلع فطيرة يمشي، قالوا احنا على هذه الأرض أرض مصرية، واحنا مصريين، واحنا منتظرين الحكومة المصرية غدا أو بعد غد، ومن يرغب يتكلم على الأرض بنروح للرئيس ديمان عبد الناصر. هذا دور ابناء سيناء. شوف المؤامرات الإخرانية، يعني احنا شفنا مؤامرات كبيرة جدا على سيناء، وبخاصة قوى الشر اللي احنا حقيقة القوات المسلحة، يمكن من خلال الشاشة الكريمة بنوجه كل التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة ورجال هيئة الاستخبارات العسكرية اللي كانوا جنبا مع جنب مع ابناء سيناء، والتحية لكل الشهداء. ابناء سيناء خسروا في المعركة الأخيرة دي 570 شهيد من ابناء سيناء بجانب شهداء القوات المسلحة والشرطة من اجل الحفاظ على سيناء. سيناء الدفع فيها تم ثمن غالي وثمن كبير جدا، لا يمكن احد اللي يفكر انه يعني يقترب من شبر. في السنة المشؤومة اللي اتخطفت فيها مصر حطوا ب 400 خيمة في رفح على اساس يجيبوا من الفلسطينيين. شيوخ سيناء نبهوا لهذا الخيام زي بتنحرق، هذا معناته تفريغ القضية الفلسطينية، وفعلا تم حذف هذا الخيام. ثم إن حينما كان المشير عبد الفتاح السيسي قائد عام القوات المسلحة، الرجل صدر قرار من القوات المسلحة بإنشاء منع تملك وحق الانتفاع في شبه جزيرة سيناء من البحر الأبيض للبحر الأحمر بعمق 5 كيلو. الرجل يعي تماما هذا الكلام من بدري، والرجل من خلال عمله كضابط مخابرات سابق ورئيس هيئة مدير مخابرات سابق، يعلم سيناء وأهمية سيناء، وسيناء ازاي عزيزة على الشعب المصري. أي تفريط فيها الشعب المصري سواء في أسوان أو في أي محافظة من المحافظات هيتألم. هو الهدف ايه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم قال لا تهجير الإخوة الفلسطينيين، ومش عايزين نهجر نكبات بعد 48، هنشوف نكبه بعد نكبه هجر، وهو يرغب يهجر في لا تفريط في حبه رم، ولن يرضى الشعب المصري ولن ترضى القوات المسلحه تحت اي ضغوط صحيح. ان يفرط في الشبر من ارض مصر الغاليه صحيح. هذه الارض عزيزه وغاليه علينا كلنا، لا يمكن ابدا. احنا حقيقه حتى الاخوه الفلسطينيه يعني كلهم في ارض فلسطين وفلسطينيين، وانشاء الدوله الفلسطينيه هذا في غايه الاهميه. احنا شفنا المجازر، وسيادتك من شويه كنت تتكلم مجازر رهيبه جدا، وهذا العدو لا يرحم لا صبي ولا شاب ولا عيله، رحمه حاجه صعبه جدا،
يمكن أن أنت فكر والمشاهدين معنا دلوقتي في أول بعد 7 أكتوبر 8 أكتوبر بدأ يتكلموا على الجنسيات الأجنبية تطلع ويضغط على مصر، لكن القيادة السياسية قالت لا لا خروج لحد لابد ينفتح المعبر باتجاه حندخل عناتها غزة، وفعلا حصل خروج ودخول عناتها غزة. ويمكن سيادتك كنت مرافق رئيس الوزراء شفت الكم الهائل من المعاناة موجودة على مصر، وهذا كل الشعب المصري دفع به. الشعب المصري لم يتأخر على غزة من 48، الجندي المصري استشهد في الفلوجة هناك في إسرائيل في فلسطين هو يدافع، ولن مصر تتأخر ولن تتأخر معها في كل المحافل الدولية. لو تبعنا رئيس وزير الخارجية وتبعنا المسؤولين هم قضيتهم الأساسية قضية صحيح. فلسطينية صحيح. طيب خلينا نروح لسيادة النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن. والانتخابات الرئاسية ليست نزهة وليست يعني صورة تجميلية، وإنما واجب وطني حقيقي بتعكس الظروف الإقليمية اللي اتكلم عليها سيادة النائب والشيخ عبدالله. هو يعني وطبعا الانتخابات الرئاسية ده استحقاق دستوري، ومصر بتحترم الدساتير بتاعتها، لابد أن يتم في موعده. ويمكن الحشد الجماهيري المطلوب من الشعب ذات نفسه للالتفاف حوالين الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد المرشحين لهذه الانتخابات ممكن هيجي نتيجة الظروف الإقليمية كمان اللي بتحيط بنا كلنا، ناهيك عن الإنجازات التي لمسناها كلنا من تغيير في الواقع المصري في خلال 10 سنوات المنقضية. شفنا إنجازات عظيمة جدا في مجالات التنمية عامة، وشفنا حتى الرؤية بتاعته الثاقبة لما كانوا بيتكلموا على تسليح القوات المسلحة وبيقول لك احنا مش عاوزين سلاح دلوقتي وفلوس السلاح دي تتحول لمسارات تانية. أيوة. احنا عرفنا قيمة السلاح دلوقتي وعرفنا رؤية الراجل الثاقبة، يعني يمكن هي دلوقتي اللي بتردع اي ايد او اي مؤامرة بتحاك لمصر. ناهيك عن الواقع الاقليمي اللي مطروع على الساحة واللي للأسف العالم كله بيقابله بالتخاذل وبيقابله بالشجب وبالاستنكار دون رد حقيقي على الكيان الصهيوني المعتدي. بدأ العالم ما يرد بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بدأ الدول العربية كلها وخصوصا المنتجة للبترول ما تقطع البترول عن الدول الأوروبية وأمريكا والشياطين المساندين العظماء للكيان الإسرائيلي، بدل ما نفعل اتفاقية الدفاع المشترك العربي، بدل ما نبدأ نحشد العالم كله العالم الحر الذي يخرج عن البلاد. مع كل أسف البلاد من وجهة نظري حقيرة، لأن من يرى قتل الأطفال بهذه الطريقة وقتل النساء بهذه الطريقة ويؤيد ذلك بحجة أنهم معتدى عليهم لا يمكن أبدا أن يوصف إلا بالحقير. ولكن وبالرغم أن الشعوب بتاعتهم كلها شفنا مظاهرات لندن العدد فيها قد إيه، ولكن للأسف الكيان الصهيوني هو كيان رأس مالي في المقام الأول، هو اللي بيتحكم في القرارات بتاعة رؤساء الدول. المنطقة كلها ملتهبة، ما عندناش استعداد أن احنا غير أننا نعمل انتخابات يبقى العنوان الرئيسي لها التفاف المجتمع المصري كامل حول السيد الرئيس، عشان حتى نصدر الصورة دي للعالم بره يعرفوا ان احنا كلنا ايد واحدة خلف القيادة، لان الحرب الضروس علينا عشان نقبل ما يسمى بصفقة القرن التي يتبناها الشيطان الاعظم امريكا مع الصهاينة الملعونين في اسرائيل. مع كل أسف بيضغطوا بالورقة المالية، ودي احنا شايفين هم لهم يد عليا في الاقتصاد العالمي وبيضغطوا عليك بكل الطرق عشان تقبل صفقة. اتحاد الجماهير واتحاد الشعب خلف القيادة يبطل ويجهد هذه المحاولات. احنا في أمس الحاجة إلى التكاتف خلف الرجل الذي عرفناه، الرجل الذي بنى مصر الحديثة، الرجل الذي كان له الرؤية الثاقبة
في جعل القوات المسلحة المصرية تتربع أو يعني من أحسن 10 جيوش في العالم. ده وجهة نظري في هذا الأمر. يعني سيادة النائب حسام، يعني أعتقد أنه الشعب المصري شاف القيادة السياسية خلال الفترة الماضية بشكل كان يعني بيتابع كل اللي حصل في مصر على مدار 10 سنين، لكنه متابعته لأحداث غزة وأداء الدولة المصرية فقط تصورت. هي كان الرئيس وأطقم المساعدة سواء استخباراتية أو دبلوماسية كانوا على مستوى عالي من اليقظة، والعالم كله أصبح لا ينظر إلا إلى مصر. بقت مصر هي القبلة، هي البوصلة، الجميع بينظر إليها، تحركها. وزي ما احنا شايفين يعني ما عادش ينفع نقول هذا الكلام والناس تقول فين، لأن الناس شايفين ومتابعين. كيف يمكن لنا احنا بقى النخبة وانتوا في الأحزاب السياسية والبرلمانات، كيف يمكن لنا ان احنا نستفيد ونستغل ونستثمر هذه الحركة الشعبية او هذا الوعي الشعبي او هذا التعاطف الشعبي مع القضايا الإقليمية اللي خلت صحيفة زي الفورم بوليسي تقول انه المصريين نسيوا الأزمة الاقتصادية والأسعار في مقابل وضع دولتهم الإقليمي؟ هو فعلاً عندنا أزمة اقتصادية، وعدينا قبل كده بأزمات اقتصادية، بس الأزمات الاقتصادية اللي مأثرة علينا كلنا طبعا بتعدي. إنما أمنك القومي صحيح ما بيعديش، الباقي ده بيعدي. يعني أكبر مشكلة نتفق نروح نيجي بس ده أكبر مشكلة اقتصادية بتقعد في بلد سنة اتنين تلاتة أربع، أنا بتكلم على العموم، والدائرة بتعدي. إنما لو فقدت حاجة في أمنك أو فقدت حاجة في أرضك أو في ده إحنا بتكلم. إنما أنا هقول لحضرتك حاجة، على قد ما النكبة المعمولة في الشعب الفلسطيني، وأنا هنا بتكلم على الشعب الفلسطيني الحقيقة، يعني على قد ما طلع لحضرتك أجيال أنا قلتها وبقولها تاني، أكبر خاسر بعد شهدائنا يعني شهداء الشعب الفلسطيني وكده هي إسرائيل طبعا، إن هي رجعت لمعادلة الصفر تاني 48. قبل الحرب دي كانت إسرائيل وصلت بثقة كاملة إنها بدأت تعمل تطبيع مجاني مع الدول العربية كله. والأخطر يا أستاذ نشأت إن فعلا كان في أجيال، أنا بتكلم مصرية وعربية وإسلامية، كانت القضية بالنسبة لها فطرت تماما، يعني القضية الفلسطينية الروح المعنوية أيا كان أنت بتقول لهم إيه وتتكلم إيه، في وسط قضايا كثيرة. اللي حصل ده رجع لهم أسوأ حاجة هم كانوا ممكن يتخيلوها، نقطة صفر. أجيال مع أجيال مع أجيال طلع أطفال في عالم، في مصر وعالم عربي وعالم إسلامي وأوروبا، بيقولك مقاطعة. يعني يبقى الأب ماشي بيجيب حاجة والأم، وتلاقي الطفل دلوقتي بيقولك هو ده في المقاطعة ولا لا؟ ده فين الروح دي؟ ثقافة مجتمع بشكل غريب جدا. ده فين الروح دي؟ وكانت ممكن مين يغرزها؟ وكنا نقعد قد إيه نتكلم ونحاول ونعلم عشان نغرزها. الكلام ده مش سهل، لأن الكلام ده إسرائيل عملته وحاولت تخلي الأجيال دي تبين صورة تانية ليها في أجيال على سنين كبيرة قوي. كل ده تهدى عندها في يوم، وبالتالي مصر وهي كبيرة وهي بتعمل الدور اللي عليها، من الواضح للشعب المصري كله إن محدش فكر فينا من أقل طفل لرئيس الجمهورية في المساعدات، هل احنا في وضع اقتصادي صعب ولا لا؟ حدش فكر طبعا. القوافل طلعت من نفس اليوم، ما فيش تفكير، ما حدش قال ظروف اقتصادية، ما حدش قال. شوف حضرتك كم المساعدات، ودي مش ده وضع طبيعي، 70% لان لا سبكتم هل حد يتخيل؟ صحيح، شوف القوافل يعني انتوا عندكم شوف القوافل يعني كل الشعب المصري بعت، والمؤسسات بعتت لا والكم، ويمكن يعني اما نيجي نقارن الكم 40 تريلر موجود هناك، يعني حاجه كم. اما نيجي نقارن الكم، هي دي مش مفاجاه ليا اللي احنا بعتناه، انما مفاجاه ليا بالارقام
اللي الدول التانية بعتته. الحقيقة كان صادم صراحة. كان الحقيقة صادم. أنا بتكلم مع وضعنا صحيح. الاقتصادي، فده بيدل إن المواطن المصري عموما أما بيبقى في أزمة لا في خوف على بلده وأمنه، ما فيش حاجة اسمها اقتصاد، اقتصاد ده يتعوض. آخر حاجة هقولها في الحتة دي، إن إحنا وإحنا بنتكلم أنا قلتها وأنا بجد مقتنع بيها، الحمد لله إن عندنا رئيس بهذه الصفات في هذا التوقيت. فعلا إحنا فعلا مسنودين عليه في اللي بيحصل ده، وحاسين إن إحنا مسنودين عليه وهو مسنود على شعبه. ودي معادلة بانت قوي، هي موجودة بس في المرحلة دي بانت جدا إن الاتنين مسنودين على بعض. الأزمة كانت كاشفة لهذه تماما يعني 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 فعلا. أما تيجي تقولي لأي حد دلوقتي، هنا بتكلم بغض النظر طبعا إحنا كحزب مساند للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بتكلم على أي حد في الشعب المصري دلوقتي، تيجي تقول له قول لي انت عاوز ايه من الرئيس القادم ايا كان، بدأ نرجع نمرة واحد الأمن والأمان. تعال افتكرها دي من شهرين، اغلى سلعة، اغلى سلعة الأمن دي لا تباع ولا تشترى. ما احنا ما بنحسش بيها غير لما نشعر بتهديد ليها، وده على فكرة شعور انساني يعني. هو شعور انساني، اول ما يبقى فيه مشكلة في أمن تلاقي الكل فعلا رجع ورا وبدأ يفكر وبدأ يفهم يعني ايه امن. انا بتكلم يحس الموضوع تاني. فانا بقول الحمد لله بجد ان احنا مسنودين على رئيسنا في هذا التوقيت، وهو فعلا مسنود على شعبه. فعنده ظهير شعبي غير عادي، يقدر يطلع زي ما طلع ويقول للمستشار الالماني زي ما قال له كده قدام العالم، انتوا عاوزين 1 2 3 4 مش هيحصل. ليه؟ لانه رئيس دولة كبيرة بس مسنود على شعب. صحيح صحيح. وهو حتى لما قال للمستشار الألماني انا الشعب المصري قلت له يطلع عبر عن رايك هيطلع بالملايين، يعني ثقه الرئيس في الشعب. أيوة. شعب مسنود عليه زي ما حضرتك مسنود عليه. شيخ عبد الله، سينا اعتقد هي الشغل الشاغل للرئيس من ساعه ما كان وزير الدفاع. صحيح. والحقيقه اكتر في المؤتمر الاخير اللي حضرتك كنت موجود، رئيس الوزراء كان بيدشن المرحله الثانيه من مزبوط. مشروع تنميه سينا مظبوط. المشروع الاول كلف حوالي يمكن 600 مليار و 600 اكتر 630 مليار طبعا. والجزء الثاني هيكمل التريليون. اي نعم. ده ارقام احنا بنقولها. وانا لما نزلت سينا برا ورحت بمطار العريش شفت في الحالتين ومي الانفاق، شفت ايه اللي حصل في سينا. لكن اهل سينا اقدر مننا على فهم ما جرى في سينا من مشروعات تنميه. ايه التغيير اللي حصل والمواطن السيناوي بيشعر بايه؟ اولا بس انت الحتة اللي قالها حسام بيدي بتاعت الامن، الشعب المصري جرب غيبة الامن بعد ما اتخطفت مصر في السنة اتخطف فيها، جرب وعرف لا في امان على بيتك ولا على مكانك، جرب. فبالتالي ولما نشوف حقيقة الحرائق حوالينا نحمد الله ان عندنا امن. والشعب المصري كبيره وصغيره نساءه ورجاله حريصين على الأمن واستقرار الأمن، وهذا بنحيي عليه كل رجال القوات المسلحة والشرطة وكل رجال الأمن في جمهورية مصر العربية. أرجع لك لسينا، احنا حقيقة كنا في سينا زمان لما بنعبر قناة السويس على المعدية بناخد 3 ساعات و4 ساعات. صحيح. لا تتخيل المأساة اللي بوجهها المواطن السيناوي أول متردد على سينا. بعد ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يعمل إنفاق سواء في الإسماعيلية في بورسعيد في السويس، فبدأت في ربع ساعة 10 دقائق بتكون معدي من الضفة الغربية. هذا معناته أنها عزل السينة تماما. ثم أنه بدأت حقيقة يعمل مينا العريش العالمي، بدأت مشاريع كثيرة في سيناء، فأصبح عندي كمواطن سيناوي وكمواطن مصري موجود في سيناء أن الآن في إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية. في الأزمنة القديمة حقيقة بأمانة في تنمية، لكن ما كانتش التنمية ترقى إلى مستنوية التنمية الشاملة، ولم كانت توفر في إرادة سياسية في ذاك الوقت. الآن المشاريع في سيناء على قدم وساق. رئيس الوزراء مجاه هيعمل تجمعات في المنطقة الشرقية برضو هتخدم لسعى سيناء. سيناء محتاجة حقيقة إلى جهد كبير جدا
اولى اوليات التنميه البشريه في سيناء. احنا شفنا محطه الصرف تحت بحر البقر هتغطي كم الف فدان في وسط سيناء. هذه المنطقه اللي هي في امس الحاجه للتنميه، ارض مبسطه، ارض سهله، ارض تربه جيده، ثم هناك منطقه وسط سيناء تدخل بكافه خامات التعديل، محتاج راي راس مال مصري وايدي مصريه تستخرج هذه الكنوز من بطن الارض. عندنا ثلاث مصانع محتاجين لمزيد من مصانع ده وسط سيناء. حقيقه القياده السياسيه عارفه ما معنى اهميه تنميه سيناء، ويمكن شفنا احنا في الاونه الاخيره حتى في مقاومه قوى الشر في السنوات الماضيه كانت التنميه بتسير صحيح. وماشيه لم تتوقف ابدا. ايضا في اثناء المداهمات كانت فيها 18 تجمع تنموي موجود لابناء مصر في سيناء واشتغل. الجهد اللي بتبذل الدوله فيه جهد كبير جدا، وشفنا حقيقه من فتره طويله او من فتره يعني بدا الوزراء وزير بعد وزير وزاره كلهم راحوا لسيناء بناء على توجيهات القياده السياسيه حتى يشوفوا ايه المطلوب يتعمل في سيناء. ويمكن كان محافظ شمال سيناء حقيقه الرجل مشكورا بذل كل جهده في وسط سيناء في انشاء المستشفيات، في الصحه، في التعليم، في جهد كبير جدا للدوله في سيناء. لان حقيقه سيناء زي ما قلت لسيادتك في بدايه حديثي، سيناء هي لكل مصر، كل ابناء مصر. صحيح. زهره شباب مصر اتقطفت في سيناء، لابو سيناء تنمى تنميه حقيقيه واولى اولويات التنميه البشريه. الجهد اللي بتبذل جهد كبير جدا وجهد من الدوله مشكور، واحنا حقيقه متامل كثير كثير. ثم شفنا السكه الحديد كان وزير كامل وزير جه الراجل وحط خط سكه الحديد من مينا العريش لمينا نويبع. وهذا مطلب كنا احنا بنطلبه من زمان، ربط مينا العريش بمينا نويبع. هذا حينقل نقله كبير جدا لابن سينا. احنا في سيناء عامه عددنا ما بيجيش مليون، مهما تزاوج مشاركات لابد يعودوا الناس المجندين والمصابين والمحافظات يعودوا لسيناء وينموه مع اخوانهم في سيناء، وابناء سيناء مرحبين بهذا. لابد ان الدوله توجه توجيه كويس. حقيقه القوات المسلحه بتبذل مشاريع كبيره جدا في سيناء، مشاريع كبيره جدا، وشفنا مشاريع اللي عملتها في المجمعات التنمويه، خمس ابنه ببيت بكرامه. ثم شفنا المباني اللي اتعملت او الفكره هتتعمل في البيوت البدويه، ده فكر جيد جدا، هيتعمل وفق العادات والتقاليد البدو، لهم مكان ديوان او لهم يعني له شفنا النموذج ده بامانه جهد كويس جدا. المدونه تفكر بكده بالماء سيناء، هذا نتمناه. وحقيقه الايام اللي جايه هتشهد الشعب المصري. هنرجع برضه كلام حسن بيه كلامه يعني ايه كبير شويه. ربنا يخليك. الامن في مصر والله لينزل مهما ينزل، الناس مش رايحين يبعدوا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. والناس الشيوخ عندنا الكبار في سيناء بيقول الحمد لله اللي هي اندلعت الشراره دي ورئيس مصر السيسي. لان احنا لو تخيل بامانه لو حد تاني ده كلام الناس، لو حد تاني هيحصل ايه؟ احنا شفنا في السنه كان يعني في تقطيع وفي مؤامرة كبيرة جدا، لكن هذه المؤامرة بعون الله تحطمت. وأي مؤامرة قادمة هتتحطم على صخرة إيمانية قوية مصرية. احنا حقيقة الشعوب العربية والدول العربية يعني وقوفوا مع مصر كويس، ومصر هي قلب العرب وهي أمة العرب. إذا مصر لا قدر الله حصل انحدار، كل الدول العربية تنحدر. وشوفنا احنا بعد نكسة 5 يونيو 67 مين من الدول العربية اللي وقف معنا صحيح. ومين ما وقفش معنا، ومصر عارفة تماما. لكن حقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمور تغيرت جدا، والحسابات تغيرت جدا صحيح. حتى الحسابات الغربية اللي بدائما دوشونا أيام المظاهرات بحقوق الإنسان، حرية اللي مش عارف إيه، شفناهم فين هم من شهداء غزة، فين من الأطفال، فين بيقتلوهم، فين بيقطعوهم، أنتوا فين؟ فين يا أوروبا، فين يا أمريكا؟ أنتوا جيتوا تتسابقوا على إسرائيل ووفد تأذن وفد حتى دعموهم على قتل الأطفال. هذا مش هيرضى. لكن احنا ان شاء الله الايام القادمة هتحمل حاجات كثيرة جدا حتى الشعب الفلسطيني ان شاء الله. سيادة النائب، يعني احنا دايما بنقول الناس انزلوا عبروا عن صوتكم وانزلوا الانتخابات وصندوق الانتخابات، وده حق وواجب. الكلام اللي احنا بنقوله دايما في اي انتخابات، يعني بنقول الكلام احنا حافظينه تقريبا، بنقعد نقوله خلاص يا جماعة اطلعوا الصندوق وكذا وحقك ومش عارف ايه، الكلام اللي احنا بنقوله بقالنا 20-30 سنة. انا في تقديري وبقول الكلام يعني انه هذه المره الوضع يختلف. تحديات المره دي
زي ما قال حسام بيه من شويه بيقول لما قلت الحدود فيها مشكله لك انا حدود. أي مفيش. ما هو انا عندي لاول مره في تاريخ الدوله المصريه الحدود مشتعله من الاربع جهات. ايوه مش الثلاثه الاربع جهات مشتعله من الاربع جهات تهديدات من الاربع جهات بالاضافه الى الارهاب بالاضافه الى الخاملين الموجودين النهايه الطرفيه الموجوده الغيره اللي شغالين بيعملوا اشاعات وغيره. الأزمة الاقتصادية محاولة خنق مصر لكي ترضخ لمخططات. أيوة. مش لخنق صدفة. لا. هو بيخنقني عشان الناس ترفع ايديها ونسلم بتاعها. والراجل الكبير يقول خلاص عشان الناس. لكن الراجل عمل ايه؟ واجه الناس صرع على جماعة في مخططات للتهجير والتصفية وكذا ولا تنسوا كمان المشروع الكبير. يعني كان في أوضح ما يكون الخطاب السياسي على مستوى رئاسي في تاريخ الأزمة الفلسطينية. المرة دي هقول للناس ايه؟ انا بقول للناس اهو دلوقتي الصوره اللي بحكيها دي واصله للناس والاحزاب يعني الاحزاب الكبيره قادره توصل ده للجماهير وتوصل لانه الاحزاب هي حلقه الوصل بين الفكره وبين الشارع. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه يعني وطبعا احنا حضرتك مصر وقع في 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 قلب منطقه انت زي ما قلت من اربع جهات الناس مفكره بالثلاثه الشرق والغرب صحيح. والجنوب لا الشمال برضو ما تنساش الشمال لان الشمال برضو الغاز والمشاكل الله ينور عليك يعني من الاربع جهات محاطه البلد الوحيده اللي حصل فيها ثوره ولم تؤثر الثوره على نسيج الشعب المصري ولا على كيانه ولا على الاقتصاد بتاعه وفضلت مصر متماسكه. لو شفنا كل الدول الربيع ما يسمى بالربيع العربي بالكامل حتى الان لم تفق من الكبوه بتاعتها ف عامل الأمن والأمان هو في المقام الأول هو حائط الصد لأن أنا أعمل دعاية صح لهذا الرجل. طيب الحاجة التانية اللي مع الأمن إيه؟ الحاجة التانية إحنا ما يهم الناس في المقام الأول العمليات الاقتصادية البلد حصل فيها مشاريع تنموية غير طبيعية سواء في مجال الطرق في مجال المزارع السمكيه في مجال توسيع الرقى الزراعيه في مجال محطات الكهرباء في مجال معالجه المياه حصل في كل المجالات بلا استثناء طفره غير طبيعيه حطت مصر على بدايه خريطه الاستثمار الحقيقي. النهارده تقدر النهارده بعد ما كان مثلا عاوز تعمل مشروع على بعد 200 كيلو في قلب الصحراء ما كنتش تلاقي طريق تروح له النهاردة الطرق اخترقت كل الصحراء لخلق محاور جديدة للتنمية الزراعية والتنمية الصناعية اللي هي هتبقى بإذن الله يعني هي طوق النجاة لهذه البلد. النهاردة في نفس الوقت برضو البلد ازدادت أمن وأمان وكلنا شفنا مدى استتباب الأمن واستقراره وقضينا على جميع البؤر الإرهابية ولم يعد مصر إرهاب وهذا ما يزعج المتربصين بمصر من الخارج. هنقول لهم ايه اكتر من كده يعني لولا الازمات اللي حصلت لولا ازمه كورونا وما تبعها من ركود الاقتصاد العالمي واثر على مصر لولا ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تبعها من تاثر مصر والعالم كله بهذه التبعات لولا برضو جالنا موضوع فلسطين وغزه وهذا الاعتداء القذر برضو اضاف لمصر اعباء جديده جدا جدا ومن نوع الامني ليس من نوع اقتصادي فقط لان برضو تاثيرات الحرب دي لها تاثيرات اقتصاديه على مصر ولكن من النوع الامني يعني اصبح واجب الالتفاف حوالين هذا الرجل اصبح يعني واجب وطني في المقام الاول وهو القائد الوحيد الذي وقف بكل ما يملك من جوارحه مع الشعب الفلسطيني مع كل اسف انا هقول على وقائع كم المساعدات اللي ذكرها حسام بيه مع كل اسف شديد 80% وانا بقول مع كل اسف سبب واحد 80% منها قدم من مصر و10% قدم من الدول الغنيه في الخليج صحيح لا سامح الله اي احد يقدر يساعد هذا الشعب لا قولا ولا فعلا وما ساعدش لا يمكن احنا دوله فقيره وبالرغم من ذلك بنقدم 80% من المساعدات
وغيرنا اغنى من الاجيال. يعني مش عايز برضه اقول دوله فقيره يعني، لا 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 عندي اعباء يعني، انا عندي اعباء عندنا بس احنا عندنا 105 مليون احنا يعني معلش احنا يعني برضه ما احناش دوله غنيه ولا ثريه. مصر بخير بشعبها ماشي ما يجيش احنا نقدم 80% احنا نقدم ثمن اضعاف ما يقدمه الخليج. عمل الخير مش عايز ان انا اقول يعني لا ده الخليج بتعمل. ما هو ده اذا كان هو ذات نفسه الرئيس وجه بحاجه قال لك ان اتصرف على حمله الانتخابيه اللي هو المقرر الدستوري يروح لغزه. طيب هو في بعد كده في الدنيا لا هو الراجل بيعمل يعني ما مش عاوزين مش عاوزين يعني يعني بص اللي من يدافع عن ذلك يبقى مش حاسس بحرقته على ما يحدث من انتهاكات مش انتهاكات من مجازر لم تحدث لم يشهد لها التاريخ لا المعاصر ولا صحيح. القديم اي باي حال من الاحوال صحيح. لازم نتكلم ولازم المقصر لازم يتقال انت مقصر صحيح. الدولة المقصرة بالذات معلش شوف ان احنا مالناش دعوه بالدول بالذات ان احنا بنعمل اللي انا قلت نفسي فيه يعني قلت نفسي فيه ايوه نفسي مصر طلعت اقرب من الكل اي نعم صحيح طول عمرها مصر لان رئيسها عظيم وكريم وشعبها طول عمرها. طيب في تعليق؟ لا يعني احنا الشعب المصري زي ما انا قلت في عموما في المساعدات هو بيطلع اللي في بيته هو كده، انما في الاول والاخر كل واحد بيحاول يعمل اللي هو شايفه صح، وهو كل واحد بيحاول يعمل حوالي ايه اقصى حاجه. احنا اللي اقدر اقوله ان احنا عملنا اقصى حاجه ده اللي انا صحيح لا اكثر ولا اخر، ونتمنى يعني الباقي يحاول. بتكلم مش في المساعدات بس، كل واحد معاه حاجه يقدر يعملها. وبعد ده لسه ده اللي اتفقوا عليه على فكره. أيوه. قضيه انا اسف مش ناكل قضيه اعاده الاعمار ايوه طبعا طبعا المسيحيين اللي لازم يرجعوا بيوتهم تاني طبعا. عندنا قضايا محتاجه فعلا الممولين الدوليين يا جماعه الكبار فاتك كلمه اخيره ست النائب. والله شوف اولا بالنسبه للكلمه الاخيره مش هتكون اخيره ان شاء الله، يمكن مصر هتعدي وتعبر زي ما تكلمت في الازمات، وايضا ازمات كثير جدا ومتلاحقه، ولكن بفضل الله وبوجود قائد يقظ وحريص على بلده وشعبه الامور هتعدي بعون الله. ثم ان غزه لك الله يا غزه، فلسطين للفلسطينيه قولا واحدا، لا تفريط في صحيح. ارض مرض غزه، وان شاء الله ما يحصل حيحقق انشاء دوله فلسطينيه. الشعب المصري وصمود الشعب المصري مع القضيه الفلسطينيه، انا عايز ارجع ورا يمكن الناس من سني في 6 اكتوبر يوم الغفران لما اسرائيل مصر هجمت، ما لم يسجل طيله الحرب محضر واحد سرق او اختلاس من الشعب المصري. كل الناس يدعو يدعموا جيشه يا شيخ عبد الله. الشعب الولاء والانتماء الشعب ده تحت اي نعم شعب مصر شعب وطني وحريص على بلده وده مش كلام بنقوله كده في الاعلام، ده حقيقي بامانه. الشعب المصري حريص. انا بدعو من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلادنا من شر الاشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. امين يا رب. كل شكر وتقدير لحضراتكم سياده النائب نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب عن حزب حماه وطن، شكرا جزيلا لشريف حضرتك. الشيخ عبد الله جهامه رئيس جمعيه مجاهدي سيناء، كل الشكر وتقدير لحضرتك على مشوار وانتظار. شكرا فندم. سياده النائب حسام الخولي رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، شرفتني. كل الشكر وتقدير لحضرتك. ربنا يخليكم. مشاهدينا الكرام انتهى وقتي، نلتقي غدا دمتم في امان الله.